والمتابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية. الأحوال الجوية لدى مصطفى مزار، تفضل. من جديد شكرا إيمان وشكرا إلهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا وفي جولتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة، رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وهذه مشاهدين الكرام درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها تشير درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة والصغرى 25 ويكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الإسكندرية فدرجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25 يكون الجو فيها حار. في مطروح 31-24 يكون حار، في بورسعيد 32-25 يكون الجو فيها أيضا حار، في الإسماعيلية 36-26 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 36 درجة والصغرى 25 ويكون الجو فيها حار، في العريش 32-24 يكون الجو حار، في طابة 34-26 يكون حار، في شرم الشيخ 38-29 يكون الجو فيها حار، في الغردقة 37-29 ويكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 41 درجة مئوية والصغرى 29 درجة ويكون الجو هناك شديد الحرارة، في أسوان كذلك 42 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى والصغرى 29 أيضا الجو شديد الحرارة، في الوادي الجديد 40 درجة 25 يكون الجو أيضا شديد الحرارة، في شلاتين 38-30 درجة يكون الجو حار، وأخيرا في حلايب 35-28 ويكون الجو فيها أيضا حار. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.